مرحبا، حلقة اليوم من خارج الصندوق نخصص معظمها لمقابلة الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب مع الزميلة نادية البلبيسي، مقابلة خاصة مع العربية، إضافة إلى مقابلات أخرى الليلة تجريها الزميلة رشا نبيل في بيروت مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ومع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والأخبار العاجلة تتوالى على الهواء ونذكركم بها تباعا. البداية من لبنان والغارات العنيفة التي يتعرض لها من قبل إسرائيل. هذه الغارات تستهدف الذراع المالية لحزب الله. الحزب قصف 3 قواعد عسكرية، وهذا في أبرز العناوين المتعلقة بهذا الموضوع. أما في عناوين مقابلة ترامب فيتحدث إلى العربية في مقابلة حصرية قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية، ويفتح أجندته بشأن قضايا الشرق الأوسط. فما الذي قاله ترامب للزميلة نادية البلبسي؟ ترامب يقول إنه سيعمل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإعادة السلام إلى الشرق الأوسط، ويؤكد الرئيس الأمريكي السابق أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر يجب أن تتوقف. هذا إضافة إلى عناوين عديدة أخرى نناقشها في سياق خارج الصندوق. إذن شن الجيش الإسرائيلي 4 غارات على ضاحية بيروت الجنوبية، استهدف بعضها جمعيات مؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله. مراسل العربية أفاد بأن الضربات شملت أيضا شرق البقاع، إضافة إلى مناطق في الهرمل في محافظة بعلبك. إذن آخر المعلومات المتعلقة بهذه الغارات فيما يتعلق بلبنان، تتحدث عن 7 غارات وصلت إليها الآن هذه الغارات. إذن وسائل إعلام لبنانية رسمية أيضا تحدثت عن هذه الغارات التي شنت في البقاع أيضا في شرق لبنان. الاستهداف تم لمؤسسة مالية مرتبطة بحزب الله، هي مؤسسة القرض الحسن. كنا يعني تابعنا الأخبار العاجلة نقلا عن الجيش الإسرائيلي الذي قام بتوجيه بعض التحذيرات بضرورة إخلاء مناطق معينة أو محددة. الغارة أيضا أصابت منطقة الهرمل، وهناك مبنى يضم فرعا لمؤسسة القرض الحسن. ربما يمكننا أن نشاهد بعض الصور والفيديوهات الواردة لهذه الغارات المتتالية الليلة على عدة مناطق في لبنان، إن كان في الضاحية الجنوبية لبيروت أو في البقاع كذلك. إذن هذا المبنى كان يضم فرعا لمؤسسة القرض الحسن المالية التابعة لحزب الله، وفقا لما أفادت به الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية أيضا، فيما مراسلات العربية تتحدث عن مجموع 7 غارات إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية. كان هناك توقعات بعد التحذيرات الأخيرة وبعد الإعلانات الأخيرة والتصريحات الأخيرة من أن هذه الليلة ستكون ليلة عنيفة جدا على الأراضي اللبنانية، وذلك طبعا بعد ما قال الجيش الإسرائيلي وفقا لوصفه بأنه سيبدأ قريبا بضرب بنى تحتية إرهابية على حد وصف الجيش الإسرائيلي. إذن في بياناته وتحذيراته الوكالة الوطنية تتحدث عن مباني المؤسسات المالية هذه التي تسمى بمباني القرض الحسن والتابعة لحزب الله، وأنها تستهدف عدة مناطق، لأنه لهذه الجمعية المالية لهذا البنك يعني فروع عديدة على الأراضي اللبنانية، وهو تابع لحزب الله اللبنانية. ينضم إلينا الآن موفد العربية إلى لبنان إبراهيم فتفت، ينضم إلينا من بيروت ليطلعنا على آخر المعلومات المتعلقة بالضربات التي استهدفت الضاحية وكذلك التي استهدفت مناطق أخرى فيما يتعلق بهذه الجمعيات المالية، الجمعية المالية القرض الحسن تحديدا. نعم طاهر، مساء الخير. آخر غارة شنتها الطائرات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت بالتحديد فرع القرض الحسن في تحويطة الغدير على مشارف الطريق القديم قرب مطار رفيق الحريري الدولي. هذا الفرع يبعد أقل من 1 كيلومتر تقريبا 500 متر عن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وأثناء ذلك تستمر رحلات المدنية أو طائرات المدنية بالهبوط عند مطار رفيق الحريري الدولي، يعني تزامنا مع هذه الغارة تحديدا. إذن أنت رأيت الطائرات المدنية التابعة لطيران شرق الأوسط لا تزال تهبط على مدارج مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بالتزامن مع شن إسرائيل هذه الغارات المتتالية والعنيفة جدا على ضاحية بيروت الجنوبية الليلة.
نعم بالفعل، وسبقها تقريبا 7 غارات على مختلف فروع القرض الحسن في ضاحية بيروت الجنوبية، نتحدث عن منطقة الحدث، أيضا مناطق حارة حريك وبرج البراجنة ومناطق عدة أخرى في ضاحية بيروت الجنوبية. كذلك استهدفت الغارات الإسرائيلية شرقي لبنان، نتحدث عن الهرمل، وأيضا في مدينة بعلبك في سوق المدينة وهو سوق تاريخي، استهدفت هناك أيضا الطائرات الإسرائيلية فرعا لجمعية القرض الحسن. كما فيك تفيد تشرح لنا أيضا أكثر عن القرض الحسن إبراهيم؟ بعرفك متابع بدقة وبكل التفاصيل هذه الأمور منذ سنوات عديدة، ممكن نشرح للناس أكثر ما هي مؤسسات القرض الحسن ولماذا تستهدفها إسرائيل الآن وفق زعمها؟ نعم، بطبيعة الحال مؤسسات القرض الحسن هي مؤسسات مصرفية غير قانونية. كان مصرف لبنان في السابق أصدر توضيحا حولها أنها غير تابعة له، أي أنها ليست تعامل في لبنان رسميا كسائر البنوك أو المصارف الرسمية، إنما هي مؤسسة خاصة كان تصريحها في الدولة اللبنانية كجمعية غير ربحية، إلا أن حزب الله كان استفاد من نفوذه لتحويلها إلى ما يشبه البنك الخاص به، ونشر أكثر من 30 فرعا له حول المناطق اللبنانية، بتحديدا حول مناطق سيطرته. قبل شهور من الحرب في السابق كان ينوي حزب الله توسيع تلك الدائرة لنشر فروع في مناطق خارج سيطرته، نتحدث شمالي لبنان عن طرابلس وعكار، لكن كان يواجه عراقيل في تلك الفترة، إلى أن الحرب منعته من استكمال ذلك التوسيع. وبطبيعة الحال هي كما ذكرت جمعية يحاول من خلالها حزب الله أن يأخذ من اللبنانيين ضمانات لتأدية أيضا بعض القروض الشخصية لبيئته، وذلك ما ساهم أيضا بربط العديد من أصحاب الاستثمارات الصغيرة في مناطقه مفهوم بتلك الجمعية. وضحت الصورة. تم استغلالها في فترة. نعم. أنا سأكتفي معك بهذا القدر إذا سمحت لي إبراهيم للآن، ولن أعود إليك طيلة الساعات المقبلة والأيام المقبلة إن شاء الله وبقية الزميلات والزملاء لمتابعة ما يجري على الأرض وعلى وقع هذه الغارات. نتابع أيضا ما يقوله المسؤولون اللبنانيون في تصريحات خاصة بالعربية في يعني مقابلات نجريها من هناك مع رئيس حكومة تصريف الأعمال، يقول الآن للعربية ملتزمون بإرسال الجيش اللبناني إلى الجنوب، وهو يعني ما كان نظريا حاصل في السابق ما بعد 2006. وميقاتي للعربية أيضا يقول بأن الحل الدبلوماسي لا يزال على الطاولة، واتفاق طائف ركيزتنا للاستقرار، ولا توجد اتفاق طائف الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان طبعا، ولا توجد اتصالات مع حزب الله منذ منتصف الشهر الماضي، يقول ميقاتي. هذه نقطة مهمة أيضا جديرة بالمتابعة، ونتمسك بالقرار 1701 لأنه يعطينا الاستقرار، وحزب الله كان وافق على القرار 1701 طبعا، ويعني منذ ما بعد 2006 حتى الآن، حتى حكي عن أنه موافقة جديدة أتت بعد كل ما حصل ولكن لم يتسنى التنفيذ. ويقول علينا أن نوفر الدماء والدمار وننفذ القرار 1701 في لبنان، ولا بد من إدخال الجيش اللبناني إلى الجنوب جنوب الليطاني، ولا حل إلا بالدبلوماسية. هذه الغارات يعني يبدو أنها عنيفة ومتتالية ومستمرة الليلة، نبقي عينا على كل الصور والفيديوهات المتاحة أمامنا، ونبقي يعني آذانا صاغية لمراسلينا أيضا ومراسلاتنا على الأراضي اللبنانية لإطلاعنا على ما يجري، وريثما يعني يجد أي جديد نتحدث إلى الكاتب الصحفي حنا صالح من بيروت. أهلا بك أستاذ حنا معنا في خارج الصندوق، وأريد يعني منك تعقيبا لو سمحت أو تعليقا على يعني عودة تكثيف إسرائيل للغارات، ولو كان على الجانب المالي الآن، ولكن كان في ليالي هدأت الأمور قليلا وكان في ضغوط من الأمريكيين على إسرائيل كي تحد من ضرباتها، ولا تزال مستمرة خاصة في بيروت وضاحيتها، فما الذي استجد يا ترى باعتقادك؟ الضربات الإسرائيلية استمرت عنيفة على البقاع والجنوب ولم تخفت أبدا في الأيام الماضية، لكنها تراجعت جزئيا على ضاحية الجنوب، فرع لمؤسسة القرض الحسن. ما تفسيرك لذلك؟ أسألك يعني أحاول أن أصل معك إلى تفسير باعتقادك هذه العملية تقع في قلب
ما تسميه إسرائيل عقيدة الضاحية، أي ضرب البيئة القريبة الحاضنة لحزب الله وإيلامها جدا. هناك ألوف العيال، عشرات ألوف العيال المرتبطة بهذه المؤسسات التي نالت القروض من هذه المؤسسات مقابل رهن الذهب، رهن الصيغة، رهن الأساور، رهن كل ما تملكه من ذهب مقابل هذه العقود. عندما الصيغة يعني حتى الذهب العادي اللي بتملكه أي سيدة مثلا، أي زوجة، أي كذا، بيرهنوها وبيعطوهم مقابلهم فلوس، مقابل فلوس. هناك عشرات ألوف العيال المرتبطة بهذه. هلا عمليا شو اللي صار يعني بالاستهدافات الأخيرة أو بالاستهدافات المقبلة؟ الذهب راح، الفلوس راحت على مناصري حزب الله، على عائلات الموالية لحزب الله تماما. أظن أن حزب الله لم يستطع إخلاء مئات الخزنات الحديدية في هذه المؤسسات المنتشرة من سور إلى الهرمل إلى جبيل إلى بيروت إلى كل مناطق البقاع، حتى بالبيروت في البلاط وفي منطقة المزرعة والنويري، وقد حصل رغم كل هذا الوقت حتى الليلة كبير. يعني منذ بدء الحرب العملية، يعني حتى الليلة منذ على الأقل من 17 سبتمبر حتى الآن لم يستطع أن يخليها باعتقادك، أن يخبئها في أماكن معينة؟ أعتقد أن عادة الخزنات الحديدية للذهب لها تركيبات خاصة وشغل خاص، وربما لم يكن اهتمامه خارج حماية أفراد وبعض المؤسسات أو المخازن السلاح، ربما لم يعطي بالا كثيرا، لا أدري. لكن عندك رقم يعني الاستثمارات اللي انحطت في القرض الحسن من الناس أو مجموع رأس المال اللي كونوا رأس القرض الحسن؟ أستاذ طاهر، كان القطاع المصرفي ينهار وكان القرض الحسن يفتح فروع في كل لبنان. كان القطاع المصرفي يوقف الأموال ولا يمنح الناس، كان القرض الحسن يمنح قروض مقابل الودائع الذهبية. عمليا نحن نتحدث عن أرقام بالمليارات. بأي حال بعد الحرب في العام 2006 اجتمع حسن نصر الله مع وجهاء من الشيعة من المغتربين خصوصا بأفريقيا، قال لهم هذه الحرب الأخيرة، خلصت الحروب بلبنان. كثر منهم أودعوا أموالهم في قرض الحسن، كثر منهم أقاموا إنشاءات عمرانية ضخمة الآن دمرت كلها، وكانت كل هذه المؤسسات مرتبطة بالقرض الحسن. هذه معلومات مهمة سأتابع فيها معك تحديدا أستاذ حنا، ولكن نتابع أعمدة الدخان التي ترتفع وتتصاعد فوق أماكن الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، إضافة إلى مناطق أخرى استهدفتها إسرائيل اليوم. ونذكر بأن الاستهدافات يبدو أنها منحصرة اليوم بمباني مؤسسة القرض الحسن في الضاحية الجنوبية لبيروت، وكذلك في مناطق أخرى بقاعية شرق لبنان على ما يعني يرد في آخر الأخبار. نحن نتحدث إذن عن كذلك عن منطقة الهرمل، حيث هناك مبنى يضم فرعا لمؤسسة القرض الحسن، إضافة إلى المناطق الأخرى التي استهدفت وكنا قد أشرنا إليها في سياق تغطيتنا السابقة. وأتابع معك أستاذ حنا في سرد هذه المعلومات المهمة عن مؤسسة القرض الحسن وما الذي تعنيه بالنسبة إلى حزب الله، إلى محازبي الحزب وإلى مناصريه، وكل من تعامل مع هذه المؤسسات سيكونون أمام خسائر فادحة على ما يبدو ماليا. وبالتالي هل تتعمد إسرائيل استهداف هذه المباني لإيذاء البيئة الحاضنة للحزب باعتقادك؟ بالضبط، هذه قضية تقع في قلب عقيدة الضاحية التي وضعها إيزنكوت، طبقها بقوة بغزة ويطبقها بشكل هائل مخيف في لبنان، أي أنه يريد أن يدمر كل البنى التحتية الخدمية، كل الإمكانات المادية والمالية، كل العمران، معاقبة جماعية للبنانيين الذين يقول عنهم هم البيئة الحاضنة. لكن بالنهاية هناك تدمير واسع لبنان، عندما تضرب مؤسسة في البلاط في المزرعة في النويري هناك اجتياح للبلد واسع جدا. هنا أريد أن أشير إلى مسألة، أن جزء أساسي من هذه الأموال التي تم إقراضها للناس مقابل الذهب، مقابل رهونات بشكل أساسي الذهب، هناك رهونات أخرى، جزء كبير من هذه الأموال كان قد
حصل عليه حزب الله من التجارة الممنوعة، من الممنوعات، من الكبتاجون ومن غير الكبتاجون. كل هذه الأموال تم تبييضها عمليا. هذا اقتصاد الكاش الذي يملأ البلد ويهدد بوضع لبنان على اللائحة الرمادية. الجزء الأساسي من الأموال عندما ترتبط مناطق واسعة وأعداد كبيرة بالألوف من المهاجرين بهذه المؤسسات، عمليا يتم تبييض هذه الأموال وتجد لها مسارب إلى جيوب الناس وإلى الاستخدام مقابل إلى أي مدى باعتقادك يمكن لحزب الله أن يعوض هذه الخسائر، إن كان من خلال المغتربين، من خلال يعني أقصد من رجال الأعمال الكبار في الطائفة الشيعية الكريمة التي من الذين يدعمونه يعني، أو عبر المعابر التي لا تزال مفتوحة، أو عبر طرق أخرى؟ قال لهم إن الحرب في العام 2006 هي الحرب الأخيرة في بلدة يارون الحدودية. على سبيل المثال أقيم أكثر من فيلا كلفت الواحدة بحدود $5 مليون الآن ركام، عشرات المباني الهائلة والمباني القديمة التي رممت. بماذا سيعوض حزب الله وبماذا ستعوض إيران على هؤلاء الناس؟ الضربة خاصمة أظن الآن عندما تفقد الأموال وهناك الحصار المتعدد الأوجه على نشاط حزب الله في الخارج ونشاط الإيراني بتجارة الممنوعات من أمريكا اللاتينية إلى أفريقيا. ودائما يعني نحن نتحدث الآن عن انهيار آخر يوازي كمصرف موازي لانهيار الأساسي الرسمي للاقتصادي للدولة وللمواطنين. فنحن لا عم نحكي عن يعني اقتصاد جيد قادرين نعتمد عليه، ولا عم نحكي عن اقتصاد موازي أيضا بعده قادر أنه يصمد إذا يعني ثبت ذلك لاحقا. القرض الحسن هو الممور الرئيسي للاقتصاد الموازي الذي أنشأه حزب الله وقدم ما يعادل 30% من الاقتصاد العام. بأي حال خطوط التجارة التي كانت تمر برا أو عبر المطار أو عبر البحر بدون جمارك كانت مؤسسات حزب الله التجارية التي يمولها القرض الحسن توزع هذه البضائع بكلفة أقل 20% من السوق، وهذا تسبب بإقفال أعمال تجارية واسعة لأن المنافسة غير المشروعة كانت قائمة. كونه خط الذي يعمل عليه بدون جمارك يعني، بس إلى أي مدى تعتقد أن ذلك سيؤثر على قرار الحزب مع زيارة هوكستين، مع الطروحات بخصوص 1701، مع كل المساعي الدولية، مع المواقف الإيرانية الأخيرة؟ إلى أي مدى باعتقادك يمكن لكل أنواع الحصار المطبق الذي تحاول إسرائيل أن تفرضه على الحزب، ليس فقط جويا وبحريا وبريا وعبر النازحين، إنما أيضا على الشق المالي الآن، إلى أي مدى باعتقادك هذا يمكن أن يضغط عليه لكي يعني يتجاوب مع الضغوط الدولية والإقليمية والمحلية أيضا عليه؟ لا أعتقد أن حزب الله يملك قراره، القرار هو بيد إيران. وجد حزب الله منذ العام 1984 وفق استراتيجية أنه جزء متمم من الأمن القومي الإيراني للدفاع عن إيران، التزم بكل هذه التوجيهات، حقق مكاسب والآن يدفع الأثمان الكبيرة. من يقود حزب الله الآن هم مجموعة من المستشارين الإيرانيين الذين يريدون استمرار القتال بأي ثمن. ربما هذا القتال يؤدي إلى تخفيف من وطأة الضربة التي تعد لها إسرائيل ضد إيران، أو ربما يمكن إيران إن استمروا بقتال طويل مهما كانت الخسائر في لبنان، يعتبرون كل هذه الخسائر خسائر جانبية، ربما يساعد من ذلك على إتمام صفقات قذرة مع العدو الإسرائيلي والأمريكي. طيب من يملأ الفراغ باعتقادك الآن؟ يقول الرئيس بري أنه هو مخول بالتفاوض عن حزب الله. ميقاتي يقول لا اتصالات مع حزب الله منذ منتصف الشهر الماضي. القيادات يعني أبرزها قتل. نعم، يملأ الفراغ الواجب السياسي والأخلاقي للحكومة اللبنانية أن تقول القرار لي
بالأمس بعد أكثر من عام على هذه الاستباحة تحرك. طب شو بتعملوا؟ قالت القرار لي يعني والحرب مستمرة، يعني ما هو اللي بده يقرر يوقف في العام طبعا في العام إسرائيل بدها تقرر أيضا حتى له قرر يوقف. في العام 2006 الشبه كبير، حزب الله هو الذي بادر واعتدى في العام 2006 وهو الذي اعتدى في العام 23. في العام 2006 وقفت الحكومة اللبنانية وقالت لا علاقة لي بهذه الحرب، ندين الإجرام الإسرائيلي، واتخذت الموقع الصحيح للدفاع عن المصالح العامة، المصالح العامة للشعب اللبناني، وتوصلت إلى قرار وقف النار. عند من يجلس على الكرسي الثالثة لديه الصلاحيات الكبيرة، إن تحرك يستمع إليه العالم، لكنه إن لم يتخذ أي قرار ولم يتحرك، نعم، العالم سيبحث عن صوت آخر، سيبحث عن صوت نعيم قاسم الذي يقال أنه بات الآن في إيران، أو البيان الذي يصدر عن المقاومة الإسلامية ويرد على نعيم قاسم ويقول أن الرابط مستمر مع غزة. يعني المشكلة الأساسية أن الحكومة اللبنانية لم تبادر. المشكلة الأكبر أن من يصنع سياسات في لبنان هو المجلس النيابي، نعم، هذه الحكومة لم تنال ثقة من المجلس النيابي، لم تقدم أي قراءة سياسية، أي برنامج سياسي على، نعم، المجلس النيابي أن يبادر ويرسم السياسات التي يجب اتباعها. وكفى سنة ويزيد، اختصر نبيه بري المجلس النيابي بشخصه، واختصر السلطة التنفيذية نجيب مئاتي بشخصه، وكلاهما مسؤول مع حزب الله عن ما أدى إليه الوضع الآن من كارثة. النكبة الحالية تهديد خطير للوجود، ولبنان مرة أخرى أمام خطر الاحتلال الإسرائيلي. إذا، نعم، كانت كل هذه الأمور الاستثنائية لا تتطلب مواقف استثنائية من بقايا السلطة، فمتى يتخذون ولماذا هم على هذه الكراسي؟ شكرا جزيلا لك حنا صالح الكاتب الصحفي من بيروت، تحياتي إليك. تنضم إلينا موفدات العربية إلى بيروت الآن ريمي درباس، أهلا بك ريمي. آخر المعلومات، هل لازلنا عند عدد الغارات الذي أذعناه قبل قليل؟ تحدثنا عن 7 غارات مع زميل إبراهيم، هل هي مستمرة وأين؟ هذه الغارات مستمرة. مساء الخير بداية طاهر. هذه الغارات مستمرة، نعم. قبل قليل الغارة التي حصلت كانت على المريجي، الغارة التي قبلها على السانتراز، يمكن الحديث حتى الآن عن هذه غارة في هذه الأثناء، بالتالي بتنا نتحدث عن 10 غارات طاهر. هذه الغارة صوب الشويفات تقريبا، أو عم حاول أتأكد يعني حتى ما نقول، يبدو أنه باتجاه حي السلم أكثر، مش شويفات. إذن هذه الغارة رقم 10 على الضاحية الجنوبية، إذن على تقريبا محيط في حي السلم. الغارة التي سبقتها على المريجي، قبلها غارة على سنتراز، وأيضا على حارة حريك. يعني هذه المناطق التي يعني كانت تتعرض للقصف والغارات طيلة الفترة الماضية، ولكن في هذه الأثناء نتحدث عن قصف مباني تابعة للقرض الحسن كما أصبح معلوما. يمكن أن نشاهد سحب دخان، ولكن يعني تغطي سماء الضاحية من أقصاها إلى أقصاها بفعل توزع هذه الغارات على هذه الأحياء التي ذكرتها منذ إطلاق التحذيرات. الطائرات المدنية تستمر بالهبوط والمغادرة طيلة هذه الفترة، يعني لم تتوقف أبدا. قبل قليل كان هناك حديث عن غارة حصلت في بئر نعم، كان هناك حديث عن غارة قبل قليل، أو إحدى هذه الغارات في بئر العبد، واستهدفت قناة المنار، ولكن تبين أنه الاستهداف ليس لقناة المنار، إنما أيضا أحد فروع القرض الحسن في نفس الشارع التي تتواجد فيه قناة المنار. نشاهد الدخان والنيران تندلع بفعل هذه الغارة التي حصلت قبل قليل، وهي بمحيط مطار رفيق الحريري. إذن نشاهد هذه النيران، هذه الغارة رقم 10
في هذه في الضاحية الجنوبية، ولكن هذه النقطة هنا هي تستهدف للمرة الأولى. لابد أن نشير إلى حركة النزوح الكثيفة التي تشهدها العاصمة بيروت ومعظم المناطق التي وردت في التحذيرات، لا سيما تلك خارج الضاحية الجنوبية، خصوصا أنه بالخرائط إذا ما دققنا في هذه الخرائط فإنه يعني التحذيرات شملت مباني، ولكن تبين أسماء هذه المباني أنها في مناطق أخرى. يعني مثلا قبل قليل في إحدى الخرائط التي أوردها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تحدث عن مبنى ليتبين أن هذا المبنى في فردان، فأحدث الأمر حالة من الهلع لدى السكان. وكما تعلم منطقة فردان هي في عمق بيروت وبعيدة كليا عن الضاحية الجنوبية، ولكن بإحدى الخرائط وردت هذه المنطقة أو هذا المبنى ليتبين أنه خارج الضاحية، وبالتالي حالة من الذعر شهدتها هذه المنطقة إضافة إلى مناطق كثيرة أخرى ما تزال تشهد حركة نزوح. معظم هؤلاء يتجهون إلى الشوارع، يبتعدون عن المباني ويفترشون الطرق. أيضا كان هناك حديث عن فتح قصر العدل في بيروت، وعندما دققنا في المعلومة تبين أنه بالفعل تم فتح قصر بيروت، قصر عدل بيروت عفوا، ولكن للمساعدين القضائيين الذين أيضا نزحوا من مناطق أو غادروا بيوت تعتبر قريبة نسبيا على المباني التي ستستهدف، وبالتالي سمح لهم الدخول إلى قصر العدل في بيروت. من حين إلى آخر نسمع صوت رشقات رصاص في الهواء، وعندما أيضا تواصلنا مع القوى الأمنية القرض الحسن، معلش عذرا على المقاطعة، بس قديش ممكن يكون لها تأثير مادي وحقيقي على الناس مباشر؟ تفضل. أبدا طاهر، راح الصوت. كنت عم بسألك ريمي قديش إذا طاهر ممكن تشرحي لنا إذا ممكن يكون في هل من تأثير مباشر وسلبي على الناس في هذه بعد استهداف هذه الجمعيات، ونحن نشاهد هذه الصور التي تردنا الآن لاستهداف القرض الحسن في الشياح. إذن وأنت تتابعين الحديث معنا ريمي، إذن نستمع إلى صوت الطبيعي للحظة هذه الغارة، للحظة وقوع هذه الغارة في الشياح واستهداف مبنى القرض الحسن. إذن كما تابعنا وإياكم هذه الصور للحظة وقوع الغارة في الشياح في يعني استهداف مقر جمعية القرض الحسن، أيضا ضمن المباني العديدة والفروع العديدة التي تستهدفها إسرائيل لهذه الجمعية الليلة. وأتابع معك في جوابك على السؤال السابق ريمي فيما يتعلق بحجم التأثير السلبي المباشر على الناس الذين يعني رهنوا أو أودعوا يعني في كل ما يتعلق ماليا بينهم وبين مجوهرات بشكل أساسي. نعم، يعني طاهر قبل قليل كما تعلم أن جمعية مؤسسة القرض الحسن هي فور بدأ هذه التهديدات هي التي أصدرت البيان ربما لتطمئن كل المواطنين، وقالت أنه اعتبرت أنه الإفلاس الإسرائيلي ونفاذ بنك أهدافه دفعه إلى تهديد باستهداف فروعنا، علما أننا اتخذنا كافة الإجراءات منذ بداية الحرب لحفظ أمانة ودائع الناس وجنى أعمارهم. وبالتالي يعني هي يعني جمعية
جمعية القرد الحسن حاولت أن تنشر هذه الرسالة لكل من أودع لديها إن كان أموال أو مجوهرات. يعني لا أعلم، ولكن يعني سأحاول يعني بطبيعة الحال أن نقدر أكثر الموضوع، بما أنه هذه المباني وجمعية قرد الحسن متواجدة في الضاحية الجنوبية، بما أنه الضاحية الجنوبية تحت تهديد منذ بداية التصعيد، بالتالي يعني أعتقد، ولست لا أنقل معلومة، أعتقد أنه أخذت احتياطات ونقلت ربما هذه الأموال إلى أماكن أخرى، لأنه نتحدث عن منطقة معرضة للاستهداف. كيف سيكون التعويض لاحقا إذا ما كانت هذه الأموال ربما في لبنان أو خارج لبنان أو في منطقة آمنة أم لا؟ يعني هذه أظن أنه هذا الموضوع يمكن مقارنته طبعا بكل ما يخسر هؤلاء المواطنين تحديدا في الضاحية الجنوبية، لأنك كما تعلم هي البيئة الحاضنة لحزب الله، وبالتالي لا نتحدث فقط عن أموال، نتحدث عن جنى الأعمار، نتحدث عن مباني، عن منازل، عن كل ما يملك هؤلاء، وبالتالي ربما هذا الجزء ربما جزء لا يتجزأ من هذه الخسائر التي تحصل بفعل الحرب. وطبعا يعني أحاول أن غارة هلأ لحظة، يبدو أنه نفس المكان، بس خلينا نعم قريبة جدا من الغارة الأخيرة في حي السلم أيضا، فيما النيران لا تزال تندلع في تلك النقطة. أيضا غارة استهدفت، أيضا استهدفت نقطة قريبة منها، والنقطتين على كل حال قريبة. عم نشوف، ما بعرف إذا عم تشوف معي غارة بوضوح شديد، تفضلي. هيدي أبعد، النيران ما تزال تندلع، عم نشوف انفجارات تحصل في النقاط اللي جرى استهدافها، إضافة إلى الدخان الأسود. بس الغارة الأخيرة بعد ما بين أيضا يعني الغارة الأخيرة أقرب أكثر إلى المطار، أقرب يعني ثلاثة تنحط بعضهم، نتحدث عن دخان أسود من أول غارتين، والغارة الأخيرة في الوسط تقريبا بينهما، الدخان الذي يتصاعد دخان أبيض. في الغارة الأولى كانت النيران مندلعة، كنا نشاهد أيضا انفجارات تحصل، والنيران بقيت لوقت طويل، ولكن في هذه الأثناء لا نرى إلا الدخان الأسود. يعني بتنا نتحدث الآن عن 12 غارة، 12 غارة على الضاحية الجنوبية. هذه الغارات الثلاث الأخيرة تركزت إذن في حي السلوم في محيط مطار رفيق الحريري الدولي. يعني ليلة عنيفة بالفعل، كما كان أشار الجانب الإسرائيلي. وهذه الغارات لنذكر أنه تستهدف المباني التابعة لمؤسسة القرض الحسن التابعة لحزب الله. صحيح، ابقي معنا ريمي ونبقي عيننا على الصورة، بالتزامن مع هذه الغارات في الضاحية الجنوبية. إذا كان في أي جديد يمكن أن تشيري لنا إذا بقيتي معنا، إذا تمكنت من البقاء معنا، فقط يمكن أن تشيري لنا إذا كنت تريدين أن تضيفي في أي معلومات، بينما نتحدث إلى المحلل السياسي والكاتب الدكتور حارث سليمان من بيروت. أهلا بك دكتور حارث مرة جديدة على شاشة العربية. يعني كيف تعقب وتعلق على هذه الغارات المتتالية الكثيفة العنيفة على ضاحية ومناطق أخرى في لبنان، والتي تستهدف بالتحديد مباني وفروع جمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله، وما الذي سيعنيه ذلك؟ مساء الخير إلى كل المشاهدين العربية. طبعا هذا جزء من الحملة الإسرائيلية لتقويض قدرات حزب الله على جميع الأصعدة، يعني جميع على صعيد أسلحته، على صعيد تمويله، على صعيد بنيته العسكرية ومقاتليه وعناصره. الضربات اليوم يعني شملت عدة مناطق، ليس فقط في الضاحية الجنوبية وإنما في الجنوب والبقاع وعلى بكر، وطالت يعني كل مكاتب القرض الحسن. ما مدى الضرر الذي لحق بالقرض الحسن في هذه الضربات؟
غير واضح، لأنه أعتقد أن الفروع يعني التي يتم استهدافها قد تكون إما خاوية أو شبه خاوية، لأنه يعني بمعنى أنه هي أخليت، لأن القرض الحسن كما أفادت ريمي قبل قليل كانت طمأنت المودعين بأنه أموالهم في أمان أو يعني أي أنواع مدخرات. هذا ما أريد أن أوضحه. يعني الضربات اليوم هي على الفروع، لكن ثمة ضربة أخرى حدثت على يعني في تاريخ الضرب بين الغارة التي استهدفت السيد حسن نصر الله والغارة الأخرى التي استهدفت السيد هاشم صفي الدين. نعم، هناك غارة استهدفت الخزينة المركزية للقرض الحسن، صحيح، في ضاحية بيروت الجنوبية، وأعتقد أن تلك الضربة قد ألحقت أضرارا بالغة في مالية حزب الله وموارده يعني حتى الأماكن التي نقلت إليها إذا ما كانت هذه الفروع قد أخليت هي مهددة بفعل الغارات الإسرائيلية. يعني الفروع ليست لديها أهمية مالية، الخزينة المركزية التي ضربت هي التي يمكن أن تكون أحدثت خسائر على الأرجح. وبالتالي ما الخيارات التي تعتقد أنه لدى حزب الله اليوم ماليا على الصعيد المالي، لأنه لا يزال يقاتل، وبالتالي هذا، وأيضا هناك المئات الآلاف من النازحين المحسوبين عليه واللي بحاجة إلى مال وتمويل، فبالتالي ما الخيارات باعتقادك التي لا تزال أو تبقت أمامه وبناء عليها أي قرار سياسي أو عسكري يمكن أن يتخذه؟ أولا حزب الله الدور الذي يقوم به بالنسبة للنازحين ليس دورا فعالا ورئيسيا، يعني هو يساهم مع النازحين ببعض الأعطيات، وقضية ضربة إيتو في صغرتا هي كان أحد مندوبي حزب الله يريد أن يوزع بعض المساعدات يعني الأموال إلى مجموعة من النازحين وتم قصفه ومتابعته. ليس هناك من خدمات يعني فعلية، هناك خدمات ولكنها ليست بهذا الاتساع يقدمها حزب الله للنازحين. أعتقد أنه يعني مجيء وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت وقاليباف قد أحضر معه بعض المال لتغطية الأعباء المالية المستجدة على حزب الله. هذا ما سمعناه قد يكون صحيح. سمعتم معلومات إذن غير مؤكدة عن أن قاليباف ربما يكون قد أتى ببعض أو عرقجي ربما يكون قد أتى ببعض الأموال لتغطية العجز في النفقات الحاصل بعد الاستهدافات للإسرائيلية لمباني حزب الله ولربما الخزينة المركزية للحزب والآن لفروع القرض الحسن المؤسسة المالية التابعة لحزب الله. إذا تجدد الغارات الإسرائيلية في محيط مطار بيروت الدولي، مطار رفيق الحريري الدولي، إذا نتحدث عن، كنا قبل قليل مع ريمي نتحدث عن 12 غارة، وبالتالي دكتور حارث أتابع معك يعني كيف يمكن أن نبني على ذلك أي قراءة ممكنة الآن للقرارات التي يمكن أن يتخذها حزب الله على أثر هذه الغارات التي تستهدف فروع القرض الحسن. أنت قللت من أهمية الفروع كفروع، ولكن إذا ما يعني حصل هذا العجز المالي هل لديه خيارات قنوات لتغطية هذا العجز، وبالتالي ما القرار السياسي والعسكري الذي يمكن أن يبنى على ذلك من قبله؟ لا أعتقد أنه حزب الله يعني سيعاني عجزا ماليا، لأنه أعتقد أن إيران ستمده بالأموال اللازمة وتغطي احتياجاته الراهنة. الخسارة المادية التي يمكن أن تنال حزب الله هو أن الخميرة المالية اللي كان يتمتع برصيد مالي كبير، يعني وإذا صحت المعلومات أن خزيناته المركزية قد ضربت، هذا هو يعني هذه هي الخسارة الأساسية. هل سينعكس ذلك على أدائه العسكري؟ على الأرجح أن ذلك لن ينعكس، لأنه يستطيع تأمين احتياجاته اليومية
ويعني ضرورات معركته يعني من الآن وحتى أسابيع قادمة. يعني ليس إيه بس عنده كمان أيضا بيئته، يعني لابد أنه اللي بيته راح، اللي سيارته راحت، اللي المصاري اللي حطتها بالمؤسسة راحت، إذا المجوهرات راحت أيضا، قصف جديد إذن الآن. ونشاهد هذه الصور، تبقى معنا دكتور حارث، نشاهد هذه الصور التي تردنا إذن لقصف جديد واستهداف إسرائيلي جديد وغارة إسرائيلية جديدة. إذن نستمع للصوت الطبيعي. إذن مشاهدينا الكرام، هذه الصور كما وصلتنا من برج البراجني قبل قليل، والاستهداف الإسرائيلي الجديد، والضربات الليلة تستهدف بشكل أساسي إذن مباني وفروع ومقرات جمعية القرض الحسن في عموم لبنان في الضاحية الجنوبية كما في البقاع. إذن هذه الغارات لا تزال مستمرة، هي كثيفة وعنيفة جدا الليلة، ونتابع في حديثنا حول هذا الموضوع وتداعياته مع دكتور حارث. إذا كنت استمعت إلى سؤالي قبل قليل. نعم، ما يتعلق بإعادة الإعمار هذا عبء كبير، يعني هذا عبء لا يستطيع حزب الله أن يتحمله، وإنما يعني هذا عبء بحجم دول. لا أنا بس عفوا، لا ما حكيت عن إعادة الإعمار، أنا بقصد البيئة وتوجهاتها في مع كل الضغوط اللي عم تتعرض له مع النزوح، وهي تعرف وترى الصور والمشاهد بأنه بيوتها دمرت، سياراتها دمرت، وربما خسرت أموالها، مع أنه نذكر بأنه البيان القرض الحسن يقول بأنه أموال المودعين بأمان أو مدخراتهم بأمان. ولكن لو استهدفت يعني غارة أخرى مثل هذه المباني، فبالتالي نحاول أن يعني نفهم أكثر سيكولوجية يعني محاذبي حزب الله أو بيئته الحاضنة، وبالتالي هل يمكن لذلك أن يؤثر على قراراته وفق رصدك ومتابعتك دكتور حارث، أو أنه القرار السياسي والعسكري في مكان آخر بغض النظر عما يشعر به هؤلاء الآن؟ يا أستاذي، أنا لا أوافق على تعبير أن الشيعة المواطنين الجنوب والبقاع وبعلبكم بيئة حزب الله. هؤلاء مواطنون لبنانيون شيعة، منهم من هم أنصار لحزب الله ومنهم ليسوا أنصارا لحزب الله. صحيح، أنا لم أقصد الشيعة بشكل عام، يعني أنا أقصد بيئته. أنا أقصد بيئته اللي بأيدوه مباشرة، اللي معه وبيئته الحاضنة ك يعني تأييد، وربما أيضا من طوائف أخرى. هذا تعبير أنا أرفضه. أرفض يا أستاذ حارس، ما عملك من طوائف أخرى أيضا، بيئته الحاضنة، بيئته الحاضنة حتى من طوائف أخرى. أنصاره وليس بيئته. أنصاره. طيب أنصاره. من نحكي عن أنصاره ونحكي عن وبنحكي عن بيئته الحاضنة ككل ومن مختلف الطوائف، في عنده مؤيدين من طوائف أخرى أيضا. أنصاره ومؤيدوه وجمهوره. طيب، ولكن ليس بيئته، لأن البيئة لها معنى آخر. شو هي؟ فإذن أنصاره، أنصار حزب الله. شو الفرق؟ كيف بتفرق بيناتهم؟ نعم، كيف بتفرق بيناتهم بين البيئة والأنصار؟ البيئة شغلة طبيعية وليست شغلة سياسية. وبالتالي
يعني وقت عندما نقول بيئة حزب الله فإننا نطلق على أنصار حزب الله شأنا تكوينيا. وهذا أمر خاطئ. عندما يكون المسألة مسألة تكوينية أي أنها دائمة ومستقرة بمعزل عن الأحداث. وبالتالي هذا تعبير خاطئ. تمام. خلينا نرجع نناقش هذا الموضوع أنا وياك تحت الهواء. معلش تشرح لي إياه بوضوح بس لو بتجاوبني على سؤالي لو سمحت قبل ما يخلص وقت المقابلة إذا سمحت لي دكتور. يلا. شو السؤال؟ ما مدى التأثير الذي تعتقد بأنه سيحصل على حضرتك اختار يعني الشق اللي بتحب تجاوب عليه البيئة أو الأنصار على جمهور وعلى أنصاره؟ طيب اتفضل. نعم. ثمت غضب وشعور بالكارثة في هذا الجمهور في أهالي الجنوب وأهالي بعلبك وهم يشعرون بذهول كبير من سقوط يعني سقوط الوعود التي وعدوا بها. لقد وعدوا بأنهم في مأمن ووعدوا بأن حزب الله يستطيع أن يواجه إسرائيل وأن يحميه وأن يرد عن لبنان يعني الوحشية الإسرائيلية. وقد ذهلوا وشعروا بالكارثة وبالخسارة ويعبرون عن ذلك بشكل علني طبعا ليس أمام مفهوم. وسائل الإعلام لأن مفهوم. ذلك غير متاح. مفهوم. دكتور عجلت عليك ما تخزني ولكن يجب أن نذهب إلى هذه الصور. أنا أشكر وجودك معنا جزيلا الكاتب والمحلل السياسي دكتور حارث سليمان من بيروت وشكرا أيضا لبقية مراسلين ومراسلاتنا ممن كانوا معنا على الهواء ولضيوفنا أيضا ونحن باقون معكم في رصد مباشر لآخر التطورات الميدانية المتعلقة بهذه الغارات الإسرائيلية لفروع أو ضد فروع جمعية القرض الحسن المالية التابعة لحزب الله في لبنان. إذن نحن نتحدث عن استمرار هذه الغارات وهذه الصور التي وردتنا قبل قليل لبرج البراجينة. نستمع للصوت الطبيعي. إذن هذه هي آخر الفيديوهات التي ترد للضربات الإسرائيلية التي استهدفت محيط مطار بيروت الدولي مطار رفيق الحريري الدولي. هذه صور أيضا على يمين الشاشة خاصة بالعربية يمكن أن نراها مباشرة الآن على الشاشة في صورة كاملة صور ليلية لضاحية بيروت الجنوبية التي تتعرض للمزيد من الغارات. والآن أيضا مصدر أمني لبناني يؤكد أن بعض الضربات الإسرائيلية استهدفت محيط مطار رفيق الحريري الدولي. لا أعرف إذا كان ذلك سيكون له أي تأثير على عمل المطار ولكن الطائرات المدنية تابعة لطيران الشرق الأوسط كانت لا تزال تهبط على مدارج مطار رفيق الحريري الدولي يعني عادتها منذ بداية هذه الحرب وهي بمحاذاة طبعا الضاحية مدارج مطار رفيق الحريري الدولي بمحاذاة الضاحية ويمكن يعني المسافرين على متن هذه الطائرات أن يشاهدوا الغارات بأم أعينهم عندما تقع بالقرب منهم مباشرة ولكن يبدو أن هناك ضمانات واضحة أعطيت للمقيمين على المطار وللحكومة اللبنانية فيما يتعلق بعدم تأثير هذه الضربات على سير الرحلات الدولية من مطار رفيق الحريري الدولي إلى الخارج ومن الخارج إليه كذلك. وطبعا يعني هذه الغارات لا تزال مستمرة ليس فقط على الضاحية إنما أيضا على مناطق أخرى في لبنان ومنها البقاع الواقع في شرق لبنان. نتابع وإياكم في رصد يعني تأثيرات مثل هذه الضربات مع الكاتب الصحفي بشارة خير الله من بيروت. أهلا بك أستاذ بشارة. قبل أن أبدأ معك نستمع إلى الصوت الطبيعي. الله
إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه يعني كان هذا الصوت الطبيعي للغارة التي حدثت إذن في الشياح جنوب العاصمة اللبنانية بيروت، في يعني أو ضمن سلسلة من الغارات الكثيفة والعنيفة التي تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت هذه الليلة، وكذلك مناطق أخرى منها البقاع كما أسلفنا. وهذه الفروع أو المباني التي تستهدف هي لفروع جمعية القرض الحسن المالية التابعة لحزب الله في لبنان، وكان طبعا الجيش الإسرائيلي أعلن عن يعني تنفيذ غارات الليلة على مراكز مالية في تابعة لحزب الله في لبنان. يعني نتابع الآن مع الأستاذ بشارة خير الله الكاتب الصحفي من بيروت، ونحن باقون معكم في هذه التغطية أولا بأول وعلى مدار الساعة الثانية التالية أيضا، وإذا ما استدعى الأمر يمكن أن يعني نفتح التغطية إلى ما هو أكثر من ذلك، لأنها ليلة بدون شك أستاذ بشارة ليلة عنيفة وغارات كثيفة جدا ومحددة، ليلة عنيفة نعم، بجمعية القرض الحسن ومبانيها وفروعها. أنت كيف تعيش هذه الليلة العنيفة بالغارات الكثيفة على الضاحية، وطبعا تستمع بوضوح وربما ترى أحيانا الكثير من هذه الغارات التي تقع عن كان بمكان وجودك أو ببيتك؟ نسمعها مرتين، مرة مباشر ومرة بعد الديلي على يعني شاشة التلفزيون. هي ليلة عنيفة، يعني سبق وحذر يعني الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدروعي، وقال أن إسرائيل عازمة على ضرب يعني بيوت المال إذا صح التعبير لحزب الله. يبدو أن الإسرائيلي مصر على إطباق الحصار الكامل على حزب الله، ولهيك الغريب بالموضوع أن مع كل زيارة يعني يقوم بها آموس هوكستين وكأن هناك يعني مفرزة سباقة، يعني الشخصيات الكبيرة بتجي بيروح قدامها مفرزة سباقة، فإذا الغارات الإسرائيلية تأتي كمفرزة سباقة قبل زيارة هوكستين، وهذا إن دل على شيء يدل أن الرجل سيأتي غدا ليحاول أن يمارس ضغط ما على الدولة اللبنانية. عند كل زيارة كان يعني يحدث هذا الشيء. يعني بتحاول إسرائيل أن تفرض أمر واقع معين عشية وخلال وجود هوكستين في لبنان بما يعني احتمال بما يهدف إلى يعني محاولة إجبار حزب الله على تقديم تنازلات بوجهة نظرها. بركي مش حزب الله بقدر ما يكون رئيس المجلس، لأنه الموفد الأمريكي سيحاور غدا رئيس المجلس بالأصالة عن نفسه كرئيس للمجلس النيابي ليفتح جلسة انتخابية، وبالوكالة عن حزب الله الذي أوكله مسألة التفاوض السياسي، وأيضا لإرسال رسالة إلى حزب الله بموضوع وقف إطلاق النار. يعني عمليا هناك محاولة إسرائيلية لفك ربط الجبهة بين غزة ولبنان، ونجحت عمليا. يعني الإسرائيلي أنهى موضوع غزة تقريبا وفتح أو وسع الجبهة في لبنان، خلافا لما قاله حزب الله في 8 تشرين أننا دخلنا في معركة ربط الساحات. الإسرائيلي فكفك الساحات، ويبدو أن الأمريكي يريد كمان فك الربط ما بين ساحة القتال من الجنوب اللبناني والضاحية مع إسرائيل إلى ساحة المجلس النيابي بإدارة نبيه بري. وهيدا يعني بالقراءة يمكن الاستنتاج. لذلك يعني الليلة مش بريئة خبريد الغارات بكثافة، علما أنه الإسرائيلي حاطط بنك أهداف كان بيقدر يعملهم امبارح وكان بيقدر يأجلهم لبعد بكرة.
ليش الليلي؟ لأنه يبدو أن هناك تجانس ما بين الأمريكي والإسرائيلي، وخاصة عندما يتعلق الموضوع بالموفد آموس وما له من علاقات وطيدة بالإسرائيليين. طيب أستاذ بشارة خير الله الكاتب الصحفي من بيروت، شكرا جزيلا لك، ونتابع وإياكم هذه التغطية إذن المستمرة من العربية مع زميلة ميسون ويهد بعد قليل. إذن استهداف إسرائيلي لفروع جمعية القرض الحسن المالية التابعة لحزب الله في لبنان في عدة مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت في البقاع، وربما نكون أمام غارات أخرى الليلة على هذه الفروع أو على مناطق ومباني أخرى. بانتظار أي جديد نبقي عينا على هذه الصور، نبقى على اتصال مع مراسلينا مراسلاتنا ومفادينا ومفاداتنا إلى لبنان للوقوف على آخر التطورات المتعلقة بهذه الاستهدافات بعشية طبعا زيارة المبعوث الأمريكي هوكشتاين إلى لبنان، وما الذي يمكن أن يطرحه على المسؤولين اللبنانيين. ميسون ويهد معكم بعد قليل، إلى اللقاء.